كيف يمكن مكافحة صداع الشقيقة حتى الوصول إلى استخدام وتجريب العلاج الجديد؟ نشاهد هذا المقطع من السوشيال للدكتور مروان الصفد. علاج الشقيقة والصداع النصفي أمرين. الأمر الأول علاج للنوبات، يعني إذا جات النوبة الشخص بياخذ علاج معين عشان تخفف عليه النوبة هذه، زي مثلا باراسيتامول أو بروفين على حسب حالة الشخص، أو تريبتان، أنواع معينة توصف من الطبيب. النوع الثاني اللي هو علاج وقائي. علاج وقائي من ضمن أهم الحاجات الأساسية أنه هو الشخص يبتعد عن أي مثير يثير الصداع. يعني غالب الصداع النصفي له مثيرات معينة، نوع الأكل، النوم، إذا كان النوم مو مزبوط، اللمبة حقت الجوال، في حاجات كثيرة مثيرات الواحد يبتعد عنها. الشيء الثاني أنه ممكن لو الشخص الصداع أعاقه في خلال الشهر بالكامل وأعاق حياته بالكامل، ممكن ينحط على علاجات مستمرة للوقاية تحت إشراف الطبيب.